شوف في النجم هذه الساحلي ما تنجمش ما نقولوا اوبجيكتيف. الاوبجيكتيف الوحيد هو كونك تلعب الادوار الاولى في النجم هذه الساحلي، فريق كبير ما نجموش نجيو ونقولوا راهو سنا ما نلعب ولا حتى شيء. لا لا، او ميم طون ما نحطوش البريسيون على الملاعبين، نعرف كيفاش نتعاملوا بالمراحل. عندنا مرحله تو قبل كاس العالم فيها مقابلات قبل كاس العالم، بعد عندنا تريف طويله شويه نجم نحضروا فيها. كالندري يشوفوه الناس كلنا، انا دي ماتش بلوز او موا الفرق الكل محترمه. كما قلت لك المهم نتاعنا توا عندنا الفتره الاولى اللي هي قبل كوب دي موند لازمنا نركزوا عليها برشا. ما نجموش كفريق اسمه في قيمته وفي عرقه نجم الساحل نقول له راهو سنه لا مانيش باش نلعبوا الادوار الاولى، لا لا باش نلعبوا الادوار